التلوث اللي طال عدة مناطق من شواطئ اللاذقية نتيجة لتسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس شكل ظاهرة غير مسبوقة بالنسبة لأهالي ساحلنا اللي لم يعانوا سابقا من حوادث مماثلة. فما هي أبعاد هذا الحدث وما هي تأثيراته حاليا وعلى المدى الطويل على الثروة السمكية وخيرات البحر اللي اعتاد عليها أهالي اللاذقية؟ هذا اللي رح يحدثنا عنه أكثر ضيفنا الدكتور هيثم ديب مدير الحماية والاستثمار بالهيئة العامة للثروة السمكية. بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية لو نتعرف منك أكثر على المناطق اللي طال هيدا التلوث، وهل هو عم يمتد على مساحات كبيرة من شواطئنا؟ صباح الخير للجميع اولا. صباحك يسعد اوقاتك يا رب. هلا التلوث اللي صار صراحه هو يعني له تاثير كبير على البيئه البحريه بشكل عام، وحتى على نشاطات ثانيه ممكن تصير مرافقه بالبحر. نعم. طبعا التلوث بلش من محطه حراريه اتجه باتجاه الشمال، يعني طبعا نتيجه التيارات البحريه طبعا اللي غالبا هي موازيه للبحر والسائد عندنا يعني بالبحر المتوسط باقبال السواحل السوريه، اتجاهها بيكون غالبا من الغرب لل او الاحرى من الجنوب للشمال. نعم. فهذا خلى التلوث البحري ينتقل عبر التيارات على الشواطئ باتجاه اللاذقية. طبعا حجم الكارثي طبعا هو ما فينا نقول عنه شديد، ولكن كان يعني كبير كونه طال يعني محافظتين، محافظة اللاذقية ومحافظة طرطوس. نعم. متأثر أكبر هو شواطئ بانياس. طبعا وصل التلوث لمنطقة الدباجيات باللاذقية، يعني فينا نقول شمال مدينة اللاذقية. كان متقطع، يعني ما شمل الشاطئ كله، طبعا مشيت مع التيارات البحريه. يعني التيارات البحريه هي كانت العوامل الاساسيه بانتشار اللي في عوامل اخرى كانت شغاله. لا، التيارات البحريه هي السبب الاساسي، انتقال عبر الامواج وحركه الامواج، التيارات البحريه هي اللي بتؤدي انتقال البقع من منطقه لمنطقه. طبعا صار وين في خليج تهدى البقع تمشي بالمي، بس توصل لخليج معين ترسى فيه وتعمل التلوث اللي شفناه وشفناه جميعا، وبالحقيقه كان يعني مؤلم المنظر اللي صار. طبعا الحمد لله بجهود الجهات المعنيه وجهود المدير العام للموانئ والبيئه والبلديات البلديه الجبلي والمحافظه طرطوس كمان، ما قصروا الجماعه اشتغلوا بالامكانيات الموجوده صراحه، والحمد لله يعني حتى ممكن انه صار في سيطره على جزء كبير من التلوث بمحافظه اللاذقيه. هي فعلا هذه الكارثه هي بحاجه لتضافر جهود كثير كبيره. تماما. بالاضافه للسكان المحليين اللي بنوجه لهم تحيه كمان، اللي هن كان لهم دور كثير كبير. تماما تماما. في مواقع لمكافحه هذا التلوث في مواقع يعني كثير في نساهموا اهل المنطقه فيها، منطقه الشقيقات، مناطق جبلي، حتى بكل المناطق اللي شافوا فيها في تضرر. طبعا وهذا موضوع يعني عام وفائده للجميع، فما حدا قصر صراحه اشتغلوا بالامكانيات الموجوده. هلا في ناس كان عنده نقد معين، طبعا الامكانيات الموجوده، وبالحقيقه صراحه هو التلوث اللي بيصير على الشاطئ له خصوصيه، يعني هو من اصعب اشكال التلوث بيصير بالشواطئ وخاصه الصخريه. يعني ما في مجال للاستعمال مثلا الزوارق، ما في مجال للاستعمال الا الطريقه اليدويه صراحه، وهالطريقه بحب اكد للجميع يعني انه هي طريقه عالميه مستعمله. يعني هلا في ظهر نقد لموضوع الوسيله اللي صار فيها مكافحه التلوث. يعني عالميا التلوث على الشواطئ الطريقه اليدويه هي الافضل والامن، نستعمل مواد كيماويه لتنظيف الساحل، فهي الوسيله اللي صارت هو الشفط بالقاذورات، قطف الماده النفطيه بالوسائل المتوفره يعني يدويه، كانت صراحه وسيله، بالاضافه للحواجز المانعه والحواجز الماصه، فكان ذات فعاليه عاليه. وان شاء الله يعني بحب اكد لكم انه انا على تواصل طبعا من خلال عمل الهيئه يعني، ومهمتنا انه كنا على تواصل مع المدير العام للموانئ، مع طبعا هي اللي كانت عند المواد الاساسيه للمكافحه، فصار في صراحه شغل كويس وطمنكم انه الامور احسن يعني. نعم ان شاء الله. اكيد رح نكفي حديثنا مع حضرتك دكتور، ولكن رح نكون مع زميلتنا لوجين ابراهيم اللي اعدت لنا تقرير حول مكافحه التلوث عن شواطئنا بسبب تسرب الفيول. بنتابع سبب الدقائق القادمه.
شواطئ مدينة جبلة في محافظة اللاذقية تصل إليها بقع الفيول نتيجة حادث تسرب الفيول من أحد خزانات المحطة الحرارية في بانياس بمحافظة طرطوس في مناطق عرب الملك، ميناء العزة، البحيص والفاخورة. يتم الآن معالجة الموضوع وتنظيف الشاطئ من التلوث، وبحب طمن الأخوة بشكل عام بأن الموضوع يعني تحت السيطرة، وإن شاء الله سيتم معالجته بالسرعة القصوى وبأنسب الطرق. البقع تتركز على شاطئ صخري ذي طبيعة وعرة، الأمر الذي يتطلب جهودا استثنائية ليتكامل عمل كل الجهات المعنية لاحتواء هذه البقع والحد من تأثيرها على البيئة البحرية. نحن بدنا نحاول نزيل البقع النفطية سواء بالعمل اليدوي أو بالأعمال الهندسية، ومبدئيا معنا مديرية الصرف الصحي وبلدية جبلة ومؤسسة المياه والدفاع المدني وأكيد مديرية مكافحة التلوث. وجهنا لجان مراقبة الأسواق ولجاننا ونقاطنا الموجودة للموانئ لمراقبة الأسماك وجودها وسلامتها بشكل أساسي، ومتابعة حسيسة يومي لضمان سلامة الصحية للأسماك المصطادة من البحر. تم التوجيه إلى الشركات المعنية، شركة الصرف الصحي والشركة العامة المياه الشرب والموانئ، والإضافة إلى الدفاع المدني والخدمات الفنية، وطبعا كل الشركات الإنشاء ساهمت في قيام هذا إضافة إلى العمال ببلدية جبلة. تم إحضار الآليات الشركة العامة للصرف الصحي منذ الصباح من قازورات ومولدي وآليات والعمال الصرف الصحي، حيث نقوم الآن بشفط المياه الملوثة من البحر. الجدير بالذكر أن حادث التسرب حصل منذ يوم الاثنين الفائت وتأثيره يصل إلى شواطئ محافظة اللاذقية، جهود مبذولة لتنظيف الشاطئ من البقع منعا من توسع وانتشار هذه البقع تجاه شواطئ أوسع. دكتور، هيدا التقرير شفنا فعلا الجهود المبذولة والجهات المتضافرة كل اليوم بهذه الحادثة لحتى تقدر تتجاوز ما يحصل من زيادة بتسرب هذا الفيول، ولكن كنا بنعرف انه تسربه كان له تأثير على الثروة السمكية. تعرفنا حضرتك شو تأثيره على الثروة السمكية، وخاصة انه اهل الساحل هن مدخول من هذه الثروة السمكية او بيأثر نوعا ما على اقتصادهم وعلى حياتهم ايضا كمواطنين. يعني هو بشكل مصدر رزق لقطاع لا بأس فيه من الساحل السوري. طبعا الكارثه في ما حق في يعني لو انه كان حجم التلوث كبير صراحه كان في تاثير كبير على الثروه السمكيه، من حيث انه البقع الزيتيه او النفطيه بتؤدي لحجب يعني التبادل الغازي بين المي والهواء، بتعمل عقد البيوض الاسماك، عقد الكائنات او الاحرام يسموها الهائمات النباتيه اللي هي بتشكل مصدر غذاء للاسماك هيدي. طبعا الحمد لله كان التلوث يعني فينا نقول عنه انه ما انه بالدرجه كبيره واصل، تم التعامل معه بشكل سريع. فللاسف طبعا اشتغلت عناصرنا بنقاط المراقبه الموجودين على المنتشرين على الساحل السوري، كانوا بيرصد لكل المناطق المتلوثه، فالحمد لله رب العالمين ما صار عندنا اي حاله نفوق. يعني طبعا احنا بنعرف انه في تلوث، طبعا بصير عندنا نفوق في حال صار في عندنا يعني طبقه من يعني صار في عندنا حجب تبادل غازي، فالاسماك بتموت نتيجه فقدان الاكسجين او وما شابه ذلك. يعني فالحمد لله رب العالمين كان الاثر بسيط. بحب اطمن الجميع انه ما في تاثير على الثروه السمكيه بالحد الادنى. طبعا اكيد هلا احنا عم نقول في تلوث حتما في اثار، ولكن بيفرق بين انه نقول في عندنا 50%، في عندنا 20%، في عندنا 10% او اكثر او 90%. الحمد لله كان بالحدود الدنيا الاضرار على الثروه السمكيه. يعني ما في يعني اي نطمن العالم، لانه هلا في كثير لغط انه ما بقى ناكل سمك لهيدا التلوث. ابدا نحن على تواصل مع الصيادين، حتى حكينا معهم وكان في مع جمعيات صيادين اكدوا انه ما في عندهم يعني حتى الصياد بالمنطقه اللي فيها تلوث ما بيصيد. ليش؟ لانه معداته بتخرب، يعني معداته بتتلوث بالمواد النفطيه، وبالتالي واسعار وسائل الصيد هلا مكلفه، يعني بالتالي الصياد ما هو بوارد انه
يروح. والحمد لله طالما كانت البقع موجودة وظاهرة وما جد بشكل طارئ، يعني انه المقصد منه انه ما كانت بهالكثافة الكبيرة، فقدروا الصيادين يتلافوا اذا هي بقعة معينة، فصار الصيد كله بالمياه النظيفة والاسماك النظيفة وعناصرنا موجودة بساحات السمك. احنا طبعا اخذنا احتياطاتنا بكل المواقع اللي فيها تلوث. انا شخصيا طلعنا مع السيد المدير العام للهيئة العامة للسلامة السمكية، كنا موجودين وشفنا والحمد لله ما انا شخصيا ما لاحظت اي ضرر على، ما شفنا اي اسماك نافقة. طبعا في تلوث على الشط هذا مع الزمن ممكن يعني ما بيأثر على الاسماك اللي على الشط، ممكن تنتقل لمكان ثاني ياخذ يعني يصطادوها الصيادة، فهي تكون سبب نقل محالات ربما تسمم او غيره مثلا هذا الاشخاص. يعني اكيد الواحد ما راح يصيد محل ما موجود الفيول، ولكن بالاماكن الثانيه ما في اي شيء اضرار على الاسماك. السمك بشكل عام النفط كله كان عائم او شيء، يعني ما نزل على منطقه تغذيه الاسماك صراحه، يعني هو عائم النفط وصل على الشط رسي على الشط، فهو عمليا ما نزل بالماء الا في بعض الحالات. نحن طبعا ببعض الوسائل المكافحه اللي كانت المواد المبدده بتفتت وعلى بتفتت البقعه النفطيه لاجزاء صغيره كثير، وممكن على المستقبل تتصلب لانه هو من طبيعته متصلب، فبينزل على القاع وممكن يعمل تلوث على المدى الطويل صراحه. هذا ممكن نعمل، بس الكميات اللي صارت معنا او الاحرى الوسيله اللي تم التعامل فيها مع المواد الكيماويه كانت قليله صراحه، وبالتالي احنا معظم المكافحه كانت او للبقع النفطيه كانت عن طريق القطفه عن وش المي وازالتها. فهذا كان طبعا لعب دور كبير انه خفف التلوث بطبيعه معالجه الظاهره اللي صارت. هلا مع الزمان البقعه اللي نزلت بالمي ممكن تاثر، يعني ممكن السمك يجي ياكل لما بتدخل الجدر الخلويه بتدخل طبعا نتيجه طبيعه الماده، ممكن السمك ياكل يتاثر، ولكن هالموضوع هذا تاثيره قليل لانه الكميات نزلت قليله. يعني هو نوع من الناس يعني لا ابدا. هلا انا باكد لهم ياكلوا السمك اللي متلوث مبين، يعني هلا اي مواطن عادي احد ما في يعني بيحاول يكتشف انه السمكه هذه من خلال اللون، يعني اذا موجود عليها تلوث نفطي على الزعانف او على عفوا هاي الصيادين لازم يعرفوا تماما. ما فيني يروحوا على البقعه النفطيه لما بتجي او السمك بيتلوث بضل الريحه اقل ما يمكن بضل الريحه ريحه الماده النفطيه على السمك. اذا هي واضحه تمام، واضحه. يعني هلا اذا هو المفروض المواطن اللي بيشتري سمك ينتبه على ريحه السمك، الريحه الملمس الطعمي احد الطعمي هي بمرحله اخيره، الطعم ممكن الطعم يكون تعطي مؤشر، الرائحه والشكل اذا هي مواد نفطيه مفروض صراحه ما يشتريها. بالرغم باكد انه احنا عناصرنا متواجده بساحه السمك وعم بيبعثوا لنا يعني ما يعرفونا اول باول حتى بصور مرفقه بصور انه الاسماك عم تيجي بحاله جيده الحمد لله، ومعظمها عم تكون عندنا المياه في شيء صيد شاطئ بس ما يكون بالمناطق خارج مناطق التلوث. الحمد لله باكد من خارج المناطق بوسط البحر يمكن طبعا بابعد هلا يعني البقعه اللي كانت داخلي جوا البحر قليله صراحه اللي ضلت. هلا معظم البقع هي فاتت على المي وبعدين رجعت على الشط اي، بس كونه كان بقع مبدده بالاصل ما كان متلاصقه وكان كميتها قليله وبالتالي كان اثرها على الاحياء المائيه قليل. نرجع نقول هو تلوث حتما له تاثير ولكن اقل بكثير من الاثر اللي حكوا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي انه واكثر. فانا بطمن المواطنين انه فقط ينتبهوا او يعني لما انا بدي اشتري سمك المفروض انا اراقب يعني الرائحه المواد الموجوده على السمك. ما في مقادير الصياد حتى لما بينظف السمكي اذا عليها تلوث ببين بضل في اثار بتعرفي بقع زيتيه ما بتروح يعني. فاذا نتوجه لكل الناس اللي عم ببالغوا بهيدا الخوف انه ما في داعي لهالكم الكبير. لا ابدا ابدا، نحن ما صدنا اي حالات من تماما وما صدنا على المدى الطويل. حتى برجع باكد الوسيله الطريقه اللي تعالج فيها النفط هو على التلوث عن شواطئ اللي صار فيها، هو تم ازالته من المي ما ضل بالمي، كميات قليله ضلت بالمي، اما ما تبقى كله راح واللي رسى على الشط رسى. مع الزمن كان كفيل انه المد والجزر الامواج البحريه تبدد هالماده وتضل تاثير الحد الادنى صراحه. يعني ان شاء الله اكيد الموضوع هذا بالختام اكيد نحن بنشكر جهودكم انتم، نشكر كل الاشخاص اللي ساهموا، يعني كنتوا كخليه عمل يعني خليه نحل عم تشتغلوا لتنظيف الشاطئ، الناس اللي ساهمت ايضا بمكافحه هيدا التلوث اكيد مشكوره جهودكم مره ثانيه. بنشكر وجودك معنا لليوم دكتور هيثم ديب مدير الحمايه والاستثمار بالهيئه العامه للثروه السمكيه البلاديه، شكرا لك ويسعد صباحك مره ثانيه. صباحك يا رب. اكيد نتشكر وجودك ونقول لكم يعطيكم العافيه جميعا وجميعا.
جميع الجهود المبذولة. نشكر جميع الجهود صراحة، جهود الجهات التعيين، مدير عام الموانئ، البيئة اللي اشتغلوا، نحن عناصرنا كانت متواجدة والحمد لله، يعني متوقع ما حدا ترك هذا الشيء. صحيح. كل الجهات اشتغلت بإمكانياتها البسيطة، وبرجع بأكد للجميع يعني المواطنين حالة البحر جيدة، الموضوع السوي السمكي جيدة، ما في تلوث، إذا في تلوث حتما من في الموضوع مفروض بشوية انتباه من المواطن قادر يعرف، ما في حدا بيخفي هذا، قادر يعرف انه هي سمكة وصلت، رغم انه احنا كعناصرنا منتشرة بكل المناطق ما صارت عندنا ولا حادث تسجل انه طلع اسماك ملوثة. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. بتلعبوا دور كبير بهالمجال. شكرا كثير لك، يعطيك العافية دكتور. ما هيك بنكون وصلنا نحن على نهاية مشوارنا الصباحي، أكيد بنتمنى لكم بقية نهار ممتع، إن شاء الله موعدنا بتجدد معكم بكرة الصبح. من هلا لوقت تضلوا بألف خير.